عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. الاجزاء الثانية مشكور يا ابو حياب، مشاركة مميزة من الجميع، تهانينا والناموس لكل الفايزين. أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، عشاق الأصالة محبي رياضة الآباء والأجداد، نجدد لكم التحية والترحيب من جديد من هنا من أرضية ميدان المرموم من تحفة الميادين ومن هذا الميدان الذكي والمميز بتحدياته ومنافساته الشيقة والقوية هنا في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، على هذا الدعم الكبير اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد. ينطلق مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان شوطنا السادس عشر الذي يحمل في طياته وفئته وفي كشوفاته وسجلاته فئة الأبكار الثنايا المهجنات لهجن أبناء القبائل، هجن أبناء الخليج الذين حضروا هنا في هذا الميدان للمشاركة في أغلى المهرجانات وأقوى المهرجانات وأعتاها في هذا العالم الساحر، عالم الأصالة والناموس. 8 كيلومترات المسافة المصاحبة لهذا السن الكبير، نسير مشاهدينا الأعزاء. ونذكر أيضا مشاهدينا الأعزاء بأن انطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، وهذا للعلم نسير مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات لنتابع المراكز الأولى المتقدمة، ونتابع العنود من انطلقت بالمركز الأول لتفتتح النداء في أول التحديات لحمد بن سهيل ابن الطوير بالطير. يتقدم حمد بن سهيل بن طوير بالأسود العامري هنا على أول المراكز، بينما المركز الثاني هنا تقدم وهنا الانطلاق من الطيارة لمهير بن علي بن راشد بن كليب يقدم لنا انطلاقة الطيارة، بينما نتابع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الأعزاء تأتي هنا على المركز الثالث الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة من يقدم لنا الشايبة، والمركز الثالث ننتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء. هنا تتقدم أمس لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي قادم هنا من خلال تقدم أمس في المركز الثالث. المركز الرابع من الزاوية الأخرى يتقدم هنا أيضا الشعار الاقتصادي يقدم لنا راهية سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، يتقدم هنا راعي مياسة ليقدم لنا هذا الأداء الجميل من خلال تقدم راهية بالمركز الرابع وغيرت إلى المركز الثالث. المركز الخامس الوصول القدوم الجميل في المركز الخامس مع الواصلة في هذه اللحظات، هنا الشعار بن حاذا يتقدم يقدم لنا اليذبة، سالم بن مطر بن حاذا الاكتبي قادم من خلال هذا التقدم الجميل من خلال هذا التقدم الرائع، بينما سادس المراكز هنا تتقدم حفلة لعبد الله بن جعفر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا انطلاقة حفلة في هذا الاحتفال الكبير في هذا الاحتفال الرائع وفي هذا المهرجان الغالي. أتابع مشاهدينا الأعزاء واستكمل النداء هنا معكم مع هذه الأسماء القادمة والشعارات المندفعة. المركز السابع يأتي هنا شعار بالضبيعة يقدم لنا شفا مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي، والمركز الثامن راهية سلطان بن علي بن تريم الاكتبي يقدم لنا انطلاقة راهية على المركز الثامن. وفي المركز التاسع تتقدم هنا زعفرانة أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، والمركز العاشر ها هي تتقدم الآن الحذرة لعلي بن سعيد بن سليم الاكتبي. هكذا هي النتيجة ونداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة التي تابعناها وتعرفنا عليها سويا من خلال نداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى المقدمة، إلى بداية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، لا زالت المنافسة قائمة ولا زالت التحديات مستمرة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الكبير هنا مع هذا الانطلاق الرائع.
هنا لا زالت بالمركز الأول العنود، العنود تغير وتأخذ المركز الأول لحمد بن سهيل بالطوير بالأسود. العامري يتقدم على بداية هذا الشوط، يقدم لنا العنود وانطلاقة العنود بالمركز الأول. المركز الثاني ياتي الشعار الاقتصادي ليحتل المركز الثاني. هنا تتقدم راهية لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، قادم يقدم لنا راهية على المركز الثاني. بينما ثالث المراكز، ثالث المراكز اليذبة سالم بن مطر بن حاذه الاكتبي يقدم لنا اليذبة على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع تأتي هنا القادمة الطيارة لمهير بن علي بن كليب، من يقدم لنا الطيارة. ومتى بنقول طارت الطيارة يا بن كليب؟ المركز الخامس، المركز الخامس الوصول القدوم الجميل ياتي مع الاسماء القادمه، الاسماء الواصله، التحديات المميزه هنا في هذا الانطلاق الرائع. خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات وانطلقت مشاهدينا الكرام. هذه القادمه، القادمه همس، همس لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي، من يقدم لنا همس للمركز الخامس. ومن الجانب الاخر اللي غيرت واحتلت المركز الخامس، هذه بيان، بيان احمد بن محمد بن قضيب العليلي، قادم اول ندى، اول ندى، اول ندى ايضا للقادمه هنا بشعار العليلي. يتقدم، يقدم لنا بيان. اتابع الاسماء الواصله، اتابع زعفرانه احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، قادم للمركز السابع. يقدم لنا ايضا زعفرانه المركز الثامن. من الجانب الايمن الوصول القدوم من شفا مطر بن محمد بالضبيعه الاكتبي، يقدم لنا شفا. تاسع المراكز، تاسع المراكز الحذرة لعلي بن سعيد بن سليم الاكتبي. والمركز العاشر، اختم هذا النداء بتواجد راهيه سلطان بن علي بن تريم الاكتبي. هذا هو نداؤنا، هذا هو نداؤنا من خلال هذه المتابعه، من خلال هذه التحديات المميزه. 5 كيلومترات انتهت، يتبقى 3 كيلومترات عن شوط الختام، عن شوط الوداع. من سيختم منافسات هذا الصباح من بين هذه الأسماء المميزة، من بين هذه الأسماء الرائعة التي حضرت في هذا الشوط وانطلقت وأيضا لتبحث عن ناموس هذا الشوط؟ العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، إلى بداية هذا المسار. الله 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 الله، لا زالت بالمركز الأول راهية، راهية، راهية بهذا الأداء الراهي، بهذا الأداء الجميل. هنا الشعار الاقتصادي ياتي على المركز الأول لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم راهية على مقدمة الشوط. تتصدر القائمة وتنطلق في رأس حربة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول القدوم الجميل ياتي من اليذبة سالم بن مطر بن حاذة، من يقدم لنا اليذبة على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم هنا وتنطلق العنود حمد بن سهيل بالطوير بالأسود العامري، قادم في المركز الثالث. المركز الرابع الوصول أيضا من بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي، قادم في المركز الرابع. المركز الخامس هنا أيضا التقدم، هنا أيضا الاندفاع المميز ياتي من الطيارة مهير بن علي بن كليب، يقدم لنا الطيارة. المركز الخامس وفي المركز السادس، المركز السادس شفا لمطر بن محمد بالضبيعة، يقدم لنا شفا. في المركز السادس، المركز السابع، المركز السابع الواصلة المنطلقة في هذه اللحظات والمندفعة، مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، وصلت وتقدمت، تقدمت في هذه اللحظات واندفعت بهذا الأداء المميز والأداء الجميل. هذه القادمة الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة، بالثيمة وصل. الله الله الله، وبن تريم قادم يقدم لنا راهية سلطان بن علي بن تريم الاكتبي. 1600 متر ما بقى عن خط النهاية، ما بقى وتبقى عن نهاية هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى المركز الأول. ما شاء الله،
تبارك الله على هذا الأداء الجميل. هذه راهية، هذه راهية بالمركز الأول، لا زالت على المركز الأول لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. من يقدم لنا راهية؟ جماهير هذا الشعار، محبي هذا الشعار يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالسلام يا الاقتصادي. المركز الثاني اليذبة لسالم بن مطر بن حاذة. من يقدم لنا اليذبة؟ المركز الثالث التدخلات أيضا من الأسماء القادمة، من الأسماء الواصلة. من اللي وصلت؟ من اللي وصلت؟ هذه القادمة، الله الله الله، وصلت هنا بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي قادم، ولكن بن حمودة، بن حمودة لا زال بالمركز الأول، بن حمودة لا زال على الصدارة والبداية. يقدم راهية سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، وثانيا ثاني المراكز اليذبة سالم بن مطر بن حاذة. المركز الثالث الشايبة، الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري قادم. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الأمتار المجنونة. حرك روح يا اللي تبغى تروح، يا سلام يا سلام يا سلام. أين يغادر الناموس؟ أين يغادر الناموس؟ هل يغادر مع بن حمودة أم يغادر مع بن حاذة أم يغادر مع بالثيمة؟ ولكن بن حمودة، بن حمودة راعي مياسة، راعي الأسماء المميزة، راعي الأسماء العملاقة، يغادر مع راهية بالسلام. سعادة فري بن علي بن حمودة، بن حمودة العام الظاهري حسمها الحاسم، حسمها الحاسم بهذا الشوط. هنا الحاسم الصغير سلطان بن حمد بن حمدون الوهيبي. مشكور يا الحاسم على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء الرائع. سلام يا العين، سلام يا العين، سلام سلام راهية، سلام سلام يا الشعر الاقتصادي، سلام سلام راعي مياسة، سلام. تهانينا لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، وسلام عيناوي، سلام. المركز الثاني اليذبة لسالم بن مطر بن حاذة. المركز الثالث وصلت مشاهدين الأعزاء الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن بالثيم العمري. المركز الرابع شعار بن كليب أتى في المركز الرابع هنا أيضا مع انخلال الطيار المهير بن علي بن راشد بن كليب. المركز الخامس، المركز الخامس بيان أحمد بن محمد بن قضيب العليلي. هيا لحظات الإعادة، لحظات الفوز، لحظات الانتصار. تهانينا والناموس لسعادة فري بن علي بن حمود الظهري. 12 دقيقة 42 ثانية 9 من الأجزاء. تهانينا لمالك راهية سعادة فري بن علي بن حمود الظهري، وسلام يا العين، سلام. شكرا يا الحاسم على المتابعة المميزة. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء توقيته الزمني 12 دقيقة 45 ثانية و6 أجزاء من الثانية توقيت مشاهدينا الأعزاء. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام توقيت اليذبة هنا مع شعار أيضا مشاهدينا الأعزاء، شعار سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي. والمركز الثالث توقيت الزمني 12 دقيقة و50 ثانية و8 أجزاء من الثانية توقيت الشايبة لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري. هذه الثلاث المراكز الأولى والتوقيتات الزمنية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح الجميل.